مشاهدي قناه الشرق نشوف تي في، اهلا ومرحبا بكم. عندنا في بث جديد ومباشر من مدينه المحمديه قافله طبيه اللي فيها اكثر من 90 طبيب اللي جاوا اليوم، خصوا اليوم السبت والاحد من اجل الاسر المعوجه واللي ماشي بالمستطاع ديالهم انهم يمشيو ويتكلفوا مصاريف العلاج. شكرا لهذه الجمعيه وشكرا لهذ الشباب اللي تا هما ضحاو بالوقت ديالهم باش يكونوا حاضر اليوم. غناخذوا التفاصيل على لسان واحد منهم اللي غيشرح لنا شنو واقع بالضبط. السلام عليكم. شنو تقدر تقول لنا على هذا الشيء اللي زكريا البشري رئيس النادي الاجتماعي؟ الله يبارك فيك. دونك حنا هاد المره ما جيناش للحكم، ولكن بزاف ديال الجمعيات كاملين اللي تعاوننا في التنظيم ديال الشيء. معنا جمعيه الحكمه والتضامن للمحمديه، جمعيه لب الامل لاطباء الاسنان، كاين عندنا النادي الاجتماعي لاطباء الاسنان، وكاين معنا جمعيه عطاء. بالنسبه للجمعيات كنا ننظموا قافله متعدده التخصصات، بطبيعه الحال ما تكونش غير طب الاسنان، يكون فيها طب العام، طب الاطفال، فيها واحد الصيدليه. يعني جميع التخصصات. جميع التخصصات. جميع التخصصات عند كل شيء. دونك كرهنا حنا بيان سيغ مشينا بزاف ديال الجهات الدوله كامل اللي كنمشيها، علاش لا ما نديروش هذه المره المدينه ديالنا اللي هي المدينه المحليه اللي هي مولاه، ونستافد منها الطبقه اللي محتاجه لي زوار، اللي محتاجه لي كونسلتاسيون، اللي غتكون محتاجه هذا العدد كامل من الاطباء. شفنا اقبال كبير كاين من طرف الاسر اليوم اللي جاوا باش اكيد يتلقاو العلاج. يعني هذا الشيء اللي كاين الحمد لله، دونك كاين اقبال كبير، في المقابل راه كاين عدد نيت كبير ديال الاطباء، كاين واحد الطاقم طبي، كاين طاقم طبي من المساعدين، كاين طاقم ديال المختصين، دونك كاين تبارك الله واخا العدد ديال الناس كبير، ولكن كاين ماتيريال وكاين كل شيء الحمد لله. هذه فرصة أن الناس يتلقاو العلاج بالمجان. فعلا بطبيعة الحال بالنسبة للقوافل اللي كنديرو بطبيعة الحال جميع العلاجات كلشي ضروري يكون بالمجان. نسولك واش العلاج كيكون بوحده بالمجان ولا حتى الأدوية كيكونوا مع العلاج ولا لا؟ لا بطبيعة الحال كلشي كيكون بالمجان، من الفحص من الإيكوغرافي من التحاليل من العلاج حتى الأدوية كلشي بالمجان. بطبيعة الحال أنا أسوأ جميع الأسماء ولكن هذا هو بطبيعة الحال غير ربحي باش الفائدة للناس اللي محتاجين. يعني كما كاين كنعرفوا جميع كاين الناس اللي عندهم يعني مرض ولكن ماشي في المستطاع ديالهم انهم يمشيو للسبيطار ولا يقدروا يديروا التحاليل ولا كما قلتي يشريوا الادويه. انتم سهلتوا هذه المأموريه هذه لهاد الناس؟ والحمد لله انا مع كاين جميع التخصصات، دونك تلقى يعني كتسهل عليك المأموريه، ماشي واحد غيضطر انه يمشي للسبيطار سبيطار اخر ولا يمشي من مكان اخر، كلشي قريب ليه هنايا. دونك شخص واحد يقدر مريض واحد يستافد من عده تخصصات وفي نفس الوقت من عده علاجات بطبيعة الحال كلشي بالمشي. واخا ناخذ الطبيب الاخر هو اللي يعطينا يوسف. اجا اخي العزيز. السلام عليكم. الوغ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في القافله الطبيه للبلدية المحمدية، قافله اللي كتستهدف مجموعه ديال الفئات المعوجه. الوغ لو شوا ديال الناس بمعنى القافله نورمالمون بزاف يقدروا يقولوا انها تدخل في مناطق نائيه، ولكن ارتئينا ان يديروا هذه القافله الطبيه اللي تكون في المدينه، ولكن لو شوا ديال لي باسيون يكون يا اما ناس اللي يكونوا في حاجه ماسه، يا اما ارملات، يا اما ايتام، يا اما ناس متحمله عنهم، وهذا بالتنسيق مع المجتمع المدني ديال هذه الناس. كما ان القافله الطبيه فيها مجموعه ديال التخصصات، اكثر من 80 طبيب اللي كاين اليوم في هذه القافله هذه. بالنسبه للشق ديال الاسنان اللي حنا يمكن كاين فيه كاين ما يناهز 22 20 طبيب، كاين ما يناهز 8 10 ديال الطاقم شبه طبي اللي غاس الفون اللي كيديروا لنا هذه اللمسه. الحمد لله القافله القافله بالنجاح والقافله الاقبالي وكبير لله الحمد. كما كنلاحظوا ان مجموعه ديال الفحوصات والعلاجات كيتداروا في البلاص. الوغ كنبغي نوجه الشكر لجميع المتدخلين، جميع الجمعيات، جميع السلطه اللي سهلات المعموريه، المدوية الصحه، العماله، جميع الجهات المتدخله من اجل النجاح ديال القافله هذه، وشكرا لكم. شنو الاحساس ديالكم انتم كديروا هذا العمل النبيل؟ شوف ملي تجي واحد النهار انك تخلي واحد الخدمه ديالك، انك تخلي واحد يعني يوم ديال الراحه ديالك، يوم السبت الراحه ديالك اللي كنقولوا لك بغيت ان اغلب الاطباء تلقاهم في الكابين ديالهم الاثنين حتى الجمعه، كاين اللي كيخدم مام السبت، راه انك تخلي واحد النهار تخلي فلوس في بزاف ديال الحوايج تجي فوق انك تقدم واحد العلاجات مجانيه للناس، هذا يدل على شيء انما يدل على واحد طيبه القلب وطيبه الخاطر ديال الناس اللي حاضرين اليوم. واخا لقيتوا شي صعوبات اليوم في بعض الحالات اللي شوف الصعوبات دائما كاينين، هذه
الحياة دائما كيكونوا فيها صعوبات، أي قافلة كيكونوا فيها صعوبات ديالها، ملي كتكون قافلة في مناطق نائية كيكونوا صعوبات ديال النقل ولا ديال التواصل مع الناس، خاصة ملي تكون في مناطق اللي 100% ديال الشحال ولا عندك صعوبات مثلا. ولكن اليوم أنا هنا في مدينة محمدية الحمد لله لافونتاج اللي كاين هو أننا قرا بكازا، يعني قرا بالماتيريال ديالنا، قرا بالكابيني ديالنا، قرا بشحال من حاجة، يعني ما عندناش مشكل في الناحية. واخا بالنسبه للعمليات الجراحيه للاسنان واش كدير تكدير في نفس اول حاجه كيجي التشخيص ديال المريض، كنشوفوا المريض شنو اللي خاص يدير بالضبط، كيدوز على الاطباء في الكونسلطاسيون، من مورا ما كيدوز في الكونسلطاسيون كنشوفوا البيزوان ديال الباسيون شنو اللي كيعطيه الدواء، يعني ما يمكنش نمشيو نديروا واحد الاكسباكسيون ولا واحد السنه والباسيون كيدير واحد السنه اخرى اللي خاصها مثلا يدير لها سولاجمون وتحرير انها ما تبقاش تعطيه الدواء، يعني كنسبقوا الحالات المستعجله ولا الحاجه اللي كتضر الباسيون عاد، اذا ما كانش حاجه كتضر الباسيون ديك الساعات كندوزو للحوايج اللي ضروريين خاصهم يتحيدوا، غادي يسبب لهم مشاكل في اقرب وقت. واخا انت كطبيب اسنان رساله اللي توجه الناس باش انهم يحموا الاسنان ديالهم؟ صحه الفم جزء لا يتجزا من صحه الانسان، تكونوا عارفين درسه تقدر تسبب بزاف ديال العواقب وعندها بزاف ديال التاثير على الصحه بصفه عامه، وملي كيكون الباسيون ديجا عنده دي مالادي اخرين اون باراليل سوا ديابيتيك سوا كارديك سوا كذا، يعني دائما خاصو ايفيتي كون عنده الفيسوف ديال لانفيكسيون في الفم ديالو، يعني خاصو دائما انه يتوجه للطبيب ديال الاسنان، كنعاودو نقولو انه خاصو يتوجه للطبيب ديال الاسنان ماشي ملتحي لصفة الاسنان او صناع الاسنان او الناس اللي يعني كيجاوبو هاد المهنه هادي بدون علمي او كيتابعين او شي حاجه، راه كنتمناو ان تكون هاد البادره طيبه وشكرا. لا لا خطيك وشكرا على المعلومات وتحياتي ليك. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشام قناه شوف تيفي، عبر المباشرين لقناه الشام قناه شوف تيفي، اجواء رائعه وجميله كنعيشوها في هذا الاثناء مع هاد الاطباء وكذلك الطاقم باكمله اللي جاو اللي صافين على اكيد على الصحه ديال المواطنين اللي كما قلنا بحاجه ماسه للعلاج، وماشي في المستطاع ديالهم انهم يمشيو وتكلفوا مصاريف العلاج، هذه فرصه لهاد الناس كاملين انهم اليوم كيجيو كيتلقاو العلاج بالمجان في جميع الامراض، جميع التخصصات كتواجد اليوم هنا، واكيد كاين تحاليل، كاين سميتو الادويه، يعني وفروا لهم جميع الاحتياجات اللي غيحتاجوها الناس، يعني وفي اي تخصص غيلقاو الطبيب المناسب وغيتم التشخيص ديالهم، وكذلك غيعطيهم الادويه اللي خاصهم يشربوا، وكما قلنا يعني كاين اقبال كبير اليوم هذا الصباح هذا من طرف جميع الناس اللي كما قلنا بحاجه ماسه للعلاج. خليكم معنا مشاهدينا ومتابعينا، حنا غنخرجوا كما كتلاحظوا معنا بالصوره اقبال كبير كنعيشوا في هذا الاثناء مع عدد كبير من النساء اللي جاوا اليوم باش يتلقاو العلاج، مشكورين كل من ساهم في هذا العمل النبيل سواء صغير او كبير، وكما قلنا مشاهدينا ومتابعينا هذا عمل يستحق الشكر، حيت اكيد باش تعطي فرصه لجميع التخصصات انهم يكونوا في هذا المركب هذا ويتم العلاج ديال عدد كبير من المعوزين، وكما قلنا كاين اقبال كبير وهذا الشيء غيكون اليوم طيله اليوم وغدا باذن الله. شكرا لكل من ساهم في هذا العمل، واكيد مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشام قناه شوف تيفي، الى هنا نختم معكم المباشر ولن نلقى فيما بعد، والسلام عليكم.